خلاص يعني سابوا الفرح كله ومنزليني وانا بالروب القصير عشان الناس تشتم فيا وتضايقني، وانتوا عارفين المتابعين. انفعال الفنانة بدرية طلبة على الصحافة بعد تصويرها بالروب في حفل زفاف بنتها، حيث عبرت بدرية طلبة عن غضبها الشديد بعد انتشار بعض الصور ليها، وده كان أثناء الاستعدادات لحفل زفاف بنتها. عيب من فضلكم اللي منزل صورة ليا بالروب يشيلها، عيب عيب اتقوا الله شوية. واستنكرت الفنانة نشر الصور وسخرت من الرغبة وراء التقاطها، وقالت بسخرية: هو يعني أنا اللي هغري الجمهور مثلا؟ في إشارة منها إلى تصويرها بغرض جذب المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكشفت بدرية طلبة إنها تعرضت للخداع من بعض المصورين والصحفيين، وإنهم خططوا لتصويرها بشكل لا ترغب في الظهور به. ليه كده؟ استفدتوا ايه؟ انا لما تقلي تعالي تصوري مع بنتك لبست عباية، لان انا ام وجدة وعارفة حدودي،